للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة جي بي أوتو. دكتور أهلا وسهلا بك. هناك تراجعات في مبيعات الشركة في الربع الأول، هذا طبيعي بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بمصر، ولكن أود أن أسألك، أنتم كم توقفت أعمالكم، يعني على كم يوم توقفت أعمالكم خلال الثورة المصرية، وبالتالي كم تقدرون الخسائر خلال فترة التوقف؟ هو حقيقة احنا أغلقنا من يوم 27 يناير حتى 6 فبراير، ولكن حتى بعد العودة في 6 فبراير كانت البنوك المصرية مغلقة، وبالتالي رغم ان احنا كنا شغالين ولكن السوق ما كانش بيتحرك يعني. فنستطيع ان نقول انه تقريبا حوالي على الاقل من 3 إلى 4 أسابيع كان السوق في شبه متوقف. وبالتالي عندكم تقديرات مثلا عن الخسائر او الفرص اللي خسرتوها خلال هذه الفترة، opportunity cost؟ هو انا هقدر اتكلم على الاداء بتاع السوق في الفتره الحاليه. حقيقه بيتوقف على القطاعات المختلفه، يعني كل قطاع له اداء يختلف عن الاخر. سيارات الركوب في مصر حاليا المعدلات تزيد عن 60% من المبيعات ما قبل ثوره 25 من يناير، ونحن نتوقع انه في خلال شهر 6 القادم باذن الله السوق هيرجع زي ما كان عليه، لانه الواضح في خلال الشهر ونص الماضي انه كل يوم معدلات الاداء بتتحسن عن اليوم السابق. اما بالنسبه لقطاع التو ويلرز والثري ويلرز، حقيقه السوق لم ينخفض حتى في خلال أسوأ فترات السياسية. الأداء أعتقد أنه في خلال الربع الأولاني من هذا العام كان يعتبر أعلى معدلات أداء تاريخيا بالنسبة للتو ويلر والثري ويلر. الأداء بالنسبة لقطاع الأفتر سيلز اللي هو الصيانة وقطع الغيار برضو لم يتأثر، وحاليا المعدلات بنسبة 100%. القطاع في الإطارات كذلك لم يتأثر، بل بالعكس أعتقد أنه هو برضو تاريخيا لم نسجل مثل هذه المعدلات من المبيعات. الأداء في السيارات الإدارية هو أكثر قطاع كان شاهد تأثر، أعتقد أنه انخفض بأكثر من 50%، وذلك لأسباب انخفاض السياحة وكذلك القرارات الاستثمارية الكبيرة صعبة جدا كانت تتعمل في خلال الربع الماضي. طب أيضا أمر ملفت، مبيعات الإطارات سجلت مستويات قياسية في الربع الأول وسجلت ارتفاعات فوق 100%، ما القصة هناك؟ يعني هل الطرقات في مصر عاطلة؟ هل قد بدهم غيار الإطارات أم ماذا؟ هي ليها عدة أسباب. السبب الأولاني أنه إحنا حتى العام الماضي كنا بنشتغل بتوكيل إطارات لافا، تم إضافة توكيل إطارات يوكوهاما في خلال اعتقد شهر اغسطس او سبتمبر من العام السابق. فالسنه دي نشاط يوكوهاما بلا شك كان له اثر ايجابي بالاضافه لنشاط لاسا. السبب الاهم من وجهه نظري هو انه صناعه الاطارات عالميا حاليا بتعاني من شورتج اوف سبلاي، انخفاض في الطاقه الانتاجيه بالنسبه لطلب السوق العالمي، زائد ارتفاع غير مسبوق في اسعار المواد الخام الداخله في صناعه الاطارات، وبالتالي ارتفاعات الاسعار المتواليه في سوق الاطارات بيدفع التجار الى انهم يشتروا للتخزين اكثر من اي وقت مضى. طيب دكتور، المبيعات تراجعت بأكثر من 50%، بالتالي هل نتوقع نسب تراجع مماثلة لأرباح الربع الأول بالمقارنة مع الربع الرابع وبشكل مختصر لو سمحت؟ أعتقد أنه إحنا هنعلن النتائج قريبا بإذن الله، لكن هستطيع أدي مؤشر أنه هيكون في أرباح، يعني ما فيش خسائر بالرغم من فترة التوقف الطويلة، لكن طبعا لا نستطيع مقارنة هذه الأرباح بالربع الأخير من العام السابق. لكن في المجمل أنا أعتقد أنه هنرى أداء مماثل لما حدث
بعد الأزمة المالية العالمية. نعم. أعتقد الربع الثاني هيبان فيه تطور ضخم جدا، والربع الثالث أعتقد أنه هو هيتعافى تشوف بشكل. شكرا لك دكتور رؤوف غبور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة جي بي أوتو.